مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الو اليوم جبت لكم ان شاء الله اون ريسيت تاع ان غاتو اسبانيول، حلوه اسبانيه واسمو تشوروز. هاد لو غاتو هدايا فيه نكهه القرفه، لو غو تاع القرفه والشوكولا. هاد لي دو انغريديون هادوما كي تلاقاو راهم رايحين يعطونا اون تري تري بون سافور. هاد تشوروز هدايا بزاف بنين، طريقه التحضير ديالو بزاف بزاف سهله وما فيهش بزاف لي انغريديون. تبعوا معنا المقادير. نحتاجو هنايا 250 مليلتر تاع الماء و 150 غرام تاع الفرينه مغربله بيان سور. هنايا راني حاطه اربع حبيبات ولاد الدجاج، كاباب نستعملو 3، كاباب نستعملو 4، سا ديبون كي نبداو نخدمو نعرفو شحال انا راح نحتاجو. هنايا عندي 100 غرام تاع الزبده، هنايا عندي مغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر، مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني، وعندنا هنايا قرصه ملح. بسم الله نبداو لا بريباراسيون تاع لو غاتو ديالنا. هاد الحلوه الاسبانيه اللي قلت لكم عليها تشوروز هدايا. هاد لو غاتو هدايا متكون من اون باتاشو. فوالا اول حاجه رانا نخدمو في لا باتاشو. طريقه عمل بزاف سهله ونتيجه هايله. كيما راكم تشوفوا معايا في لا كاسرول حطيت هذيك 250 مليلتر تاع الماء، زدت عليها 100 غرام تاع الزبده، نضيف عليها هذيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر، ونزيدو مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني، نزيدو هذيك القريصه تاع الملح. فوالا ونحطو كامل هاد لي زانغريديون يغليو فوق النار. حطيت لا كاسرول ديالي سوغ ان فو دو على نار متوسطه، وراني نحرك كامل في هاد لي زانغريديون، نخلو هذيك الزبده تذوب وينسجموا لنا كامل هاد المكونات. بعد ما ذابت لنا كامل هذيك الزبده على الماء، نطفي عليها الفرنو ونضيف لها هذيك 150 غرام تاع لافارين اللي قلت لكم غربلتها، غربلوها باش لو غاتو ديالكم يجيكم خفيف. فوالا ونبداو نخلطو كامل هاد لافارين مع هذاك الخليط الاولاني اللي ذوبناه في الديبيوت. تبان لكم راهي فاسده مي نو، هي راح تبدا تجمع روحها نفس الطريقه كيما نخدمو لا باتاشو. فوالا ديجا رانا نخدمو في اون باتاشو هاد لو غاتو اسبانيول تشوروز. كيما قلت لكم لاباس ديالو اون باتاشو. فوالا نقلبوها كامل حتى تتحل لنا كامل هذيك لافارين. كيما راكم تشوفوا معايا الفرن ديالي راهو طافي، هاد هاد لاباط باردون ولا لافارين راهي حطيب لنا غير في هذيك السخانه تاع الخليط تاع الزبده والماء. فوالا نقلبوها بيان حتى طيب معانا. سما رانا نطيبوها اور دو فو. فوالا غير تخلط لي هذاك الخليط مع لافارين، هذاك لو ميلونج مع لافارين كيما راكم تشوفوا. عاود شعلت لها نار قليله وتوجور نقعد نقلب فيها مده 3 دقائق حتى طيب لنا بيان. نقلبوا كامل هاد لاباتاشو تاعنا. كيفاش تعرفوا بلي طابت لكم؟ تولوا تشوفوها في لو فون تاع لا كاسرول لصقت. فوالا كي دير لكم هاد الشكل هدايا اللي راكم تشوفوا فيه هنايا، شغل فارينه راهي لاصقه، تعرفوا بلي لاباتاشو تاعكم راهي واجده وطابت. ومام ثاني كي تشوفوها تدي كولا وتدي تاشا وحدها، تعرفوا بلي لاباتاشو تاعكم راهي ناجحه وراهي واجده. فوالا بعد ما وجدت لنا لاباتاشو ديالنا حطيتها في ان ريسيبيون ونبدا نحلها غير هكذايا بلا سباتول باش تبرد لي شويه. نبردوها باسكو راح نزيدو عليها هادوك لي زو باش ما يطيبولناش. حلوها غير هكذا باش تنقص لها كامل هذيك السخانه ويخرج لها هذاك الفوار. فوالا نخلوها تبرد ونرجع لكم باش نكملو بقيه لا ريسيت. بعد ما خليت لاباتاشو تاعي بردت لي شويه، هنايا نبدا نزيد لها فهادوك الحبيبات تاع ولاد الدجاج. نسبقو توجور غير بالحبه غير بالوحده بسم الله، ونبداو ندخلو في هذيك الحبه تاع ولاد الدجاج كامل في هاد لاباتاشو ديالنا. خدموها بيان حتى تدخل كامل وينسجموا لنا بيان. تقدروا تستعملوا هنايا الباتور كون تقدروا تخدموا غير بيدكم حتى تدخل كامل هذيك الحبه تاع ولاد الدجاج. عمرو راحكم بيان غير بلا سباتول. فوالا ما حبيتش نخدم بالباتور باش نساعدوا خواتاتنا اللي ما عندهمش تاويل ما عندهمش الدوزان. فوالا لازم لكم شويه جهد شويه لي زيفور
غير هكذا فوالا، غير بلا سباتول حتى تدخل كامل، حتى تشوفوا لاباط تاعكم نشفت. فوالا فوالا، بسم الله. بنفس الطريقه راني حابه نزيد، راني رايحه نزيد باردون الحبه الثانيه تاع الاولاد الدجاج ديالي. فوالا كيما قلت لكم غير بالحبيبه نزيدوا الحبه الثانيه ونشوفوا القوام تاع لاباتاشو ديالنا وين راهو واصل. توجور بلا ميم ميثود، غير بلا سباتول خلطوا بيان فوالا حتى يتخبى كامل ويدخل كامل هادوك لي زو في لاباتاشو ديالنا. عمليه بزاف سهله. فوالا خدموها مليح بلا سباتول فوالا بهذا الشكل حتى تدخل كامل. بعد ما درت الحبيبه الاولى والحبيبه الثانيه تاع الاولاد الدجاج، راني نفيريفي في لاباتاشو ديالي باش نشوف القوام تاعها مازالها ناشفه شويه، مازالت مخصوصه. الوغ نزيدو الحبه الثالثه توجور بلا ميم ميثود، نفس الطريقه ندخلوها بيان غير بلا سباتول فوالا، ونشوفو اسكو لاباط تاعنا وصلت للنتيجه اللي رانا نحوسو ليها. سينو نزيدو الحبيبه الرابعه فوالا. نتوما تيستي وما ديروش لي زو تاعكم على فوا، ما ديروش على ضربه، غير بالحبه باش تعرفوا لا كونسيستانس تاع لاباط تاعكم وين راهي واصله. فوالا فوالا، كيما راكم تشوفوا معنا توجور مازالني نخدم في لاباتاشو ديالي ومازالني ندخل في هذوك لي زو كامل مليح، ندخلهم بيان لداخل باش تنسجم لي كامل هاد لي زانغغاديون. انا هاد لاباتاشو تاع اليوم رفدت لي 3 حبيبات ولاد الدجاج ونص، درت لها 3 زو اونتي والحبه الرابعه خلطت لو بلون اي لو جون ودرت لها غير لا مواتي. فوالا، على حساب لا فارين تاعكم تشرب الا ما تشربش، وعلى حساب ثاني لي زو تاعكم الا كانوا كبار الا كانوا صغار. نتوما كي تبداو تخدموا لاباتاشو ديالكم عندكم هي ميزانكم، الا شفتوها مخصوصه شويه زيدوا لها، ما ديروش لي زو تاعكم كامل على ضربه، الا شفتوها مليحه هذاك هو الحساب. فوالا، شوفوا لا تيكستور ولا القوام اللي تحصلنا عليه، هذيك لاباتيري كيفاش خرجت لي. فوالا، بعد ما وجدنا لاباتاشو ديالنا، هنايا جبت طاس تاع بلاندور ولا تاع ميكسور ولا، درت فيه اون بوشا دو جوتاب، ونبدا ندير لاباتاشو ديالي لداخل. انا راح ندير هاد العملية باش تعاونني، فوالا، باش نخدم بروبخومون، باش نخدم بنقا، و ميم طون نسهل على روحي. فوالا، نرفدو كامل لاباط تاعنا، ونديروها لداخل. فوالا. نكملوها كامل. بعد ما حطيت لاباتاشو ديالي في اون بوشا دوي جاتاب، هنايا بديت نشكل في الحبيبات تاع الكاطو ديالي والحبيبات تاع الحلوه ديالنا. هنايا قطعت ان مورسو تاع بابي كويسون فوالا، راه رايح يساعدني بزاف في الخدمه، وبديت نشكل الحبيبات تاع التشوروز ديالي بالطول كيما راكم تشوفوا معايا. فوالا، نشكل معاكم حبيبات، فوالا نديروهم بهذا الشكل، ومن بعد هاديك بالمقص، مقص دو كويزين، نكوبيوهم. انا المقص ديالي راني مش مخاتو بشويه ما كيما راكم تشوفوا، فيه كلكو غوت دو فوالا، باش ما تلصقناش لاباط. نزيد نشكل معاكم حبه فوالا، هوب نقسموها بالمقص. هاد لو بابي كويسون هدايا رايح يساعدنا بزاف بزاف كي نجو نقلوهم، ومام راهو رايح يحافظ لنا على لا فورم تاع الحلوه ديالنا. فوالا، نزيد نشكل معاكم حبيبه توجور، ديروهم هدايا شكل طويل، خدموا الشكل اللي حبيتو. فوالا، هوب نكوبيوهم بلي سيزو. فوالا، نكمل نشكل كامل الحبيبات ديالي ونرجع معاكم. هاولو في الكاطو ديالنا بعد ما شكلتو كامل في البابي كويسون وعطيتو لا فورم، دوكا تيك نروحو باش نطيبوه كيف كيف ونكملو لا غوسيط تاعنا. كيما راكم تشوفو معنا هنايا، رانا رايحين نبداو نقلو لو كاطو ديالنا. فوالا، المقلة تاعي عمرتها بالزيت ودرتها على نار متوسطة، وكي تسخن بيان الزيت ديالكم حطوا لو غاتو تاعكم بالبابي كويسون.
فوالا وغير يبداو يشدوا راحهم هاد الحبيبات حتى الحلوه ديالنا نحيو لهم لو بابي كويسون. فوالا كما قلت لكم ديروها على نار متوسطه ان فو مويان. فوالا ورموا عليهم هكذا الزيت من الفوق باش يتنفخوا لكم ويطيبوا فاسيلمون. كما شفتوا معايا حلوه بزاف سهله وما تاخذش كامل وقت في لا بريباراسيون ديالها. نقدروا نوجدوها لو غوتي تاع العشيه في رمشتين ولا في وقفه وحنايا خدمناها. فوالا خلوها تتحمر بيان. كما قلت لكم غير نشوفوا الحبيبات تاع الحلوه ديالنا حكموا راحهم نحيو لهم لو بابي كويسون. فوالا بابي كويسون راه يعاوننا بزاف في القليان باش نقدروا نرفدوا الحبات ديالنا باسكو لا باتا شو بزاف طريه. فوالا كما شفتوا معنا اي اون ميم طون يحافظوا لنا على الشكل ديالنا. فوالا ديروا لهم الزيت غير بلا كويير غير هكذا من الفوق باش يتنفخوا بيان وتجيهم هذيك لا دورور الشابه. فوالا خلوهم ياخذوا وقتهم لا باتا شو على بالنا بلي طول في الطياب تاعها ميم الا درناها في الفوق كيف كيف تاخذ لنا وقت ميم في المقله. الوغ عطوها وقتها غير على نار هاديه غير بالعقل بالعقل حتى يوجد لو كاطو ديالكم. فوالا كيما راكم تشوفوا حمروا لي من الجهه التحتانيه راني قلبتهم دو لوتر كوتي. خلوهم ياخذوا وقتهم في الطياب بيان باش يجوكم كروسيون يجوكم قرمشين. فوالا سوهم برك ومن داك من داك كيما قلت لكم ديروا عليهم شويه زيت من الفوق. فوالا بعد ما طابوا لي بيان لي غاتو ديالي هنايا وجدت في اون اسيات بابي ابسوربون نقطروهم بيان بالزيت ديالهم. فوالا ونحطوهم ينشفوا بيان مع داك الزيت قطروهم مليح مليح. لازم لكم ان بابي ابسوربون باش الحلوه تاعكم ما تجيكمش مزيته. فوالا ونكملوا نطيبوا كامل الاخرين بلا ميم ميثود كيما طيبنا الاولانيين. فوالا بسم الله ما غنعقل توجور نطيبوهم بلو بابي كويسون ونديروا عليهم الزيت وغير يبداو يشدوا روحهم نحو لهم لو بابي. فوالا لا ميم ميثود كيما خدمنا الحبيبات الاولانيين. نكمل كامل الحبات ديالي بلا ميم ميثود بنفس الطريقه ونرجع معاكم بعد ما يطيبوا ونقليهم كامل. بقى لي قلت لكم انه لو كاطو تاعنا تاع اليوم فيه زوج نكهات، فيه النكهه تاع القرفه والنكهه تاع الشوكولا. الوغ هنايا رانا رايحين نخدموا له صوص شوكولا اللي رانا رايحين نقدموه بها. انا في كاسرونه ثقيله درت كاس تاع الحليب نزيد عليه مغرفه مليحه كبيره تاع ماكله تاع كاكاو نزيد عليه مغرفه كبيره تاع ماكله تاع مايزينا. فوالا هنايا لصقت شويه ونزيد هنايا 100 غرام تاع شوكولا اولي تحبوا ديروا شوكولا نوار ديروا. فوالا نخلطهم كامل بلو فوي ونحط هاد لاصوص تاع الشوكولا ديالنا تغلي فوق النار. كان يقدموه مع اون غاناش شوكولا انا خيرت لكم هذه طريقه بزاف سهله وما فيهاش بزاف لي زانفاج. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا راني رايحه نخدم الحبات اللي رانا رايحين نقدموهم بنكهه القرفه. هنايا في تبيسيه درت شويه من السكر ودرت عليه كميه قليله تاع القرفه. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا خلطت كامل هاد لو ميلونج بلا كويير وبديت نرمد في الحبيبات تاع الشوروز ديالي. هاهم لي كيفاش طابوا خرجوا ما شاء الله مقرمشين كروستيون هايلين. فوالا نرمدوا كامل الحبه ديالنا كيما شفتوا معايا مالغري كو قطرتهم بيان الزيت ديالهم في البابي ابسوربون هكذاك ويحكموا لنا هاد لو ميلونج تاع القرفه والسكر. فوالا ترمدوا كامل الحبات ديالكم وتتحصلوا على هذا الشكل فريمون بزاف بزاف هايلين. لو غو تاع السكر مع القرفه يجوا ما شاء الله مالغري كو انا ما نحبش بزاف القرفه لو غو تاعها ما يعجبنيش بزاف بصح في هاد لو غاتو اسبانيول هدايا تعجبني ونكونسوميها بيان. فوالا هادو ماني درت لهم شويه نزيد ندير لهم معاكم. فوالا هاد لو كاطو كان يتقدم بلا صوص تاع الشوكولا وكان يتقدم هكذايا بالقرفه كل واحد كيفاش يحبو. فوالا ونتحصلوا على هاد الشكل.
نكمل كامل الحبات ديالي ونتلاقاو في لاسيت دو دريساج. هذا هو لو غاتو تاعنا بعد ما وجد في الشكل تاعو النهائي، لو غاتو اسبانيول تشوروز. فوالا فريمون حلوه بزاف سهله كيما شفتوا معنا، طريقه التحضير تاعها بزاف سهله، لي زانغغيديون تاعها خفاف ماشي حاجه، والبنه ديالها ما شاء الله. نوريكم كيفاش جاوا معنا، شوفوا كيفاش جاوا هايلين ما شاء الله. هادوما كيما قلت لكم يتسرباو مع صوص تاع الشوكولا، ينتكلو بهذه الطريقه. بسم الله ندوق معاكم شويه. فريمون ما شاء الله بزاف خفاف بزاف بنان. هذاك الكو تاع القرفه مع الشوكولا تقدروا تيماجيني ولا سافور اللي تحصلوا عليها. فوالا شوفوا الشكل تاعهم شحال خفاف هايلين، ومام كي تاكلوهم مقرمشين، يجوا مقرمشين من الفوق وطريين من الداخل. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، وصفه بزاف سهله اقتصاديه وتوجد في رمشتين. هذه هي لا ريسيت تاعنا تاع نهار اليوم، وهذه هي لا فيديو، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. ما تنساوش تكليكيو سير لا كلوش وديروا ابوني باش يوصلكم كامل جديد ديالي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده.